لكن بدي منكم نورجي كل العالم مين نحن الشعب السوري، انه نحن منحب بعض مو مثل ما بيقولوا. صدر اسم الشيف عمر ابو لبدة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وليس بسبب وصفه من وصفاته المشهوره كالمعتاد، انما بسبب فيديو ظهر فيه بيكي عبر خاصيه الستوري على حسابه الرسمي على فيسبوك. لما تقعد تبكي وتنقهر وتعيش حاله نفسيه كتير صعبه لايام ولاشهر. بالتفاصيل، نشر الشيف عمر فيديو عبر فيه بالبداية عن سعادته لأن الله ما نسي وأكرمه بمحبة الجمهور والنجاح، إنما ختمه بالبكاء بحرقة من الظلم اللي تعرض له هو وعائلته حسب قوله. عبال عن كل حدا ظلمني، عن كل حدا نشر كلمة سيئة عني، عن كل حدا حكى بشرفي بعرضي، ما خلى شي ما حكى. إن شاء الله يا رب بيجيك يوم. وبالتفاصيل، تحدث أبو لبدة عن كم الإساءة اللي تعرض له وعائلته على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: ظلمتوني وظلمت عائلتي كلها وحكيت بكل شيء، عشت حالة نفسية صعبة أنا وعائلتي واستخدمت جميع أساليب تشويه السمعة. مشيرا إلى أنه المسؤول عن ذلك هو شخص واحد قام بدفع مبالغ طائلة للنيل من الشيف عمر بسبب الحسد والغيرة والحقد دون أنه يكشف عن اسمه، مكتفي فقط بذكر أنه سوري وكان صاحب عمله القديم واتركه بكل حب دون أي مشاكل. بقوله: شخص كنت اشتغل عنده وطلعت بكل حب، وبعدها فتحت القناة ووصلت يلي وصلت له اليوم، ولكن للأسف الشفي السوريين دعموه وشدوا على ايده. وأضاف: هالدرجة إنسان ناجح بيعمل فيكن، ويلي بيحرق القلب إنه كلهم سوريين، ومن الغريب ما لقيت غير كلمة حلوة لك عيب، نحن أولاد بلد وحدة مو حلوة بحقنا. بحين أوضح أنه ما قدم دعوة قضائية بحقهم حتى ما ينقال لإله بأنه اشتكى على ابن بلاده فيما سلم أمره لالله، مؤكد بأنه حقه عاد لإله بقوله: الله كبير الله كبير، علما أنه عدد كبير من المحامين قدموا المساعدة للشيف عمر ولكنه رفض أذيتهم حسب قوله. لك اشتكي مدري شو؟ لا الله كبير الله كبير. لا يختم المقطع بمقولة: من حفر حفرة لأخيه سقط فيها. إنه الله أخذ حقنا وإن شاء الله بياخده من كل واحد. وبحسب عدة صفحات تضمنت الفنانة السورية نسرين طافش مع أبو لبدة ووجهت له رسالة قالت فيها: كل حدا ناجح أو فيمس بيتعرض للهجوم والمحاربة والانتقاد، بدك تتأقلم مع حياة الشهرة هي ضريبة. وتابعت: ومفروض تشد حالك شوي، قدي أنا تعرضت لمضايقات ومن كافة الأشكال واتهموني كتير تهم، بس يا جبل ما يهزك ريح. واختتمت رسالتها: شد حالك و don't cry and don't care.